أوقاتكم مشاهدينا بكل الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج متن الخبر وجولة لأبرز ما أوردته الصحف العالمية والعربية والفلسطينية لهذا اليوم. في جولة الصحف الفلسطينية اخترنا مقالا من صحيفة الحياة الجديدة والتي جاءت بعنوان فلسطين بين وعدين بقلم يحيى رباح. وهنا مشاهدينا يقول الكاتب في هذا السياق على امتداد قرن كامل من الزمن تعرضت منطقتنا العربية والشرق أوسطية إلى أحداث نوعية ارتسمت فيها خرائط كثيرة ولمعت وانطفأت فيها أسماء كثيرة يقول الكاتب أحداث كبرى وإمبراطوريات سادت ثم بادت وكان نصيب الشعب الفلسطيني منها قدرا كبيرا من الألم وضوءا ساطعا من الأمل أيضا مشاهدينا جاء في هذا المقال يقول الكاتب في قرن من الزمن منذ عام 1917 الى العام 2019 كان هناك وعدان اسودان وعد بلفور الذي كان اساسا الماساه الفلسطينيه ووعد ترامب الذي كان يهدف الى انهاء القضيه الفلسطينيه وشطب القضيه الفلسطينيه من الوجود ولكن اراده الشعب الفلسطيني وعلى راسه قيادته الشرعيه اقوى من كل هذه الهجمات الغادره بل ان كلا من الرجلين نتنياهو وترامب يتجرعان الان مراره السقوط والخوف والاندحار الى حديث القدس مشاهدينا حيث كان هذا العنوان المختار من صحيفه القدس هل نحن امام فرصه جديده لانهاء الانقسام المدمر وهنا مشاهدينا تقول الصحيفه في حديثها كل الدلائل والمؤشرات تجمع على ان فصائل العمل الوطني والاسلامي معنيه بل ولديها الاستعداد والجاهزيه التامه لاجراء الانتخابات التشريعيه والرئاسيه في اقرب وقت ممكن والتي دعا لها الرئيس محمود عباس واكد على ضروره اجرائها من كل منبر الامم المتحده ليكون العالم شاهدا على تمسك الشعب الفلسطيني والقياده الفلسطينيه بالديمقراطيه رغم قمع الاحتلال وانتهاكاته واعتداءاته ومحاولاته وضع العراقيل امام هذه الانتخابات التي هي استحقاق وطني وشعبي وتضيف الصحيفه ولا بد هنا من الاشاره الى تجاوب القياده الفلسطينيه مع مطلب الفصائل الفلسطينيه باجراء الانتخابات التشريعيه والرئاسيه معا وبعد انتخابات المجلس الوطني لاعاده تفعيل مؤسسات منظمه التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافه أماكن تواجده. ويبقى السؤال هنا مشاهدينا تقول الصحيفة هل نحن أمام فرصة جديدة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي وإعادة اللحمة الوطنية للساحة الفلسطينية خاصة بعد البوادر الإيجابية التي حملتها لجنة الانتخابات المركزية في ضوء محادثاتها في غزة ورام الله. إذا مشاهدينا كان هذا العنوان من حديث القدس لهذا اليوم ونبقى في إطار جولة الصحف الفلسطينية وإلى إلى صحيفة الأيام حيث جاء هذا التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرة والمحررين الذي أفاد بوجود تسعة وثلاثين أسيرة في سجون الاحتلال يقبعن جميعا في سجن الدامون عدا الأسيرة هبة اللبدي المضربة عن الطعام منذ واحد وأربعين يوما وهي أيضا مشاهدين معتقلة إداريا وقابعة حاليا في عيادة الرملة والأسيرة الجريحة سهير إسلامية القابعة فيما يسمى مشفى شعارة صادق كما أشار أيضا مشاهدينا التقرير إلى وجود 28 أسيرة محكومة بأحكام متفاوتة أعلاها يصل إلى 16 عاما وثماني أسيرات موقوفات فيما لا تزال ثلاث أسيرات قيد الاعتقال الإداري ولفت أيضا مشاهدينا هذا التقرير الذي نشرته صحيفة الأيام إلى أن من بين الأسيرات من تعاني من ظروف صحية صعبة وقاسية أخطرهن حالة الأسيرة إسراء الجعابيس والأسيرة سهير سليمية وهبة اللبدي وشروق دويات ومرح باكير وأمل تقاطق حيث يعانين من أمراض وإصابات بالرصاص والحروق دون تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وبهذا مشاهدينا ننهي جولة الصحف الفلسطينية نذهب إلى فاصل ونعود ابقوا معنا اهلا بكم مشاهدينا من جديد الى جوله الصحف العربيه نبدا هذه الجوله مشاهدينا من صحيفه القدس العربي وكان المقال المختار لهذا اليوم بقلم احسان الفقيح تحت عنوان فلسطين بين الوعد المشؤوم ومأساة القرن وهنا مشاهدين تقول الكاتبة إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل عظيم جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية رسالة عمرها أكثر من مئة عام ليست مجرد أثر تاريخي تقول الكاتبة يعلي الزمن قيمته إنما هي بداية أكبر مآسي العصر الحديث وتضيف أيضا مشاهدينا الكاتبة في هذا المقال في الذكرى السنويه للوعد البريطاني تستمر بريطانيا في الدفاع عن الوعد المشؤوم ورضاها به حيث قالت كارين بيرس مندوبه بريطانيا الدائمه لدى الامم المتحده خلال مؤتمر عقد بمقر الامم المتحده بمناسبه تولي امريكا الرئاسه الدوليه لاعمال مجلس الامن أن بلادها راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود في تحدٍ سافر للجرح العرب الإسلامي النازف الذي مر عليه عقود، وبعد أن جلبت نشأة الكيان اللقيط الوبال على المنطقة بأسرها، تضيف أيضا مشاهدينا الكاتبة في هذا السياق وبعد أن تسلمت الولايات المتحدة قيادة العالم، رعت الكيان الصهيوني المحتل حتى سميت دولة الاحتلال بطفل الأمريكا المدللة حيث بنت واشنطن سياستها في المنطقة على أساس الأمن القومي الإسرائيلي فجاءت بوعد بلفور جديد صفقة القرن بهدف تصفية القضية الفلسطينية كتتم للوعد الأول واستكمال لآليات تنفيذه فمع الدعم اللانهائي الذي تقدمه الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال والذي يكون دائما مستمرا إلى موضوع آخر مشاهدينا ونبقى في إطار جولة الصحف العربية إلى موضوع آخر من صحيفة الخليج فكان العنوان إرهاب الصحراء الإفريقية وهنا مشاهدين هذا المقال بقلم مفتاح شعيب حيث يقول تلقى جيش جمهورية مالي أعنف ضربة إرهابية أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين من جنوده وهي جريمة نكراء بكل المقاييس لاسيما بعد أن أعلن تنظيم دا داعش الارهابي تبنيه العمليه مع قنص جندي فرنسي بعبوه بدائيه الصنع، ما يطرح مجددا التحدي الارهابي الكبير الذي تواجهه منطقه جنوب الصحراء الافريقيه خصوصا في دوله مالي التي ما زالت منذ 2012 ساحه لمواجهه الجماعات المتطرفه. ايضا مشاهدينا يضيف الكاتب شعيب في هذا المقال هناك سياقات عديده يمكن ان تتنزل فيها الضربه الارهابيه منها انها جاءت بعد تفاخر الرئيس الامريكي دونالد ترامب بقتل زعيم التنظيم الارهابي ابو بكر البغدادي في سوريا اواخر الشهر الماضي، كما تاتي في ظل حديث عن فوضى متناميه تمتد الى وسط افريقيا وهي منطقه رخوه يقول الكاتب وتفتقد الى السيطره الامنيه القويه، وما حدث في مالي يمثل جزءا من هذه الفوضى او مقدمه لها وهو مؤشر على احتمال ان تكون مساحات م متزايده من غرب افريقيا ملجأ جديد للجماعات الارهابيه التي لحقت بها هزيمه واسعه في سوريا والعراق وباتت محاصره نسبيا في ليبيا بعد مصرع البغدادي، يقول الكاتب من المحتمل جدا ان تتصاعد العمليات الاجراميه المنسوبه الى داعش، اذا مشاهدينا كان هذا المقال من صحيفه الخليج، نبقى في اطار جوله الصحف العربيه ونذهب واياكم الى الزميله زينه عبد الصمد وابرز ما جاء في الصحف اللبنانيه. اهلا بك زينه. تحيه لك رايه واهلا وسهلا بكم مشاهدينا نترافق واياكم في جوله على الصحف اللبنانيه الصادره من بيروت اليوم والبدايه مع اللواء التي تناولت رحيل الوزير اللبناني الاسبق ميشيل ادي الذي عرف بدعمه لقضيه فلسطين ومتابعته الدقيقه لمجريات الصراع العربي الاسرائيلي وانتقاده الحاد للحركه الصهيونيه. وما جاء في المقالة يعتبر ميشيل أدي بحق مثالا في المعادلة اللبنانية ورمزا للعيش المشترك ومصدر وحي وإلهام لكل شاب طموح إنه صورة الماروني المسيحي اللبناني والعربي الصلب أدي الذي نعته مرجعية سياسية ودينية واجتماعية وصفه المنسق العام للتجمع والروابط الشعبية مع بشور بالنصير التاريخي لقضية فلسطين وقالت مراكز دراسات إسلامية ومسيحية إن قلمه كما منبره لم يخلو من شرح الأطماع الصهيونية منذ ما قبل الثمانية وأربعين ونتابع في اللواء التي كتب هيثم زعيتر فيها مقالا بعنوان سقوط مسيرة بغزة ونتنياهو يقيد التصعيد ويشير فيه الى حسابات لنتنياهو الذي يمر بظروف بالغه الدقه ومفصليه في حياته بعد فشله في تشكيل الحكومه مرتين وترقب القرار الذي سيعلنه النائب العام في حي لجهه لوائح الاتهام من عدمها في ثلاث قضايا فساد تواجهه وبات واضحا ان المفاوضات التي يقوم بها غانت لتشكيل الحكومه لا يكون مصيرها افضل مما واجهه نتنياهو في التجربتين السابقتين نظرا الى مراوحه مواقف الاطراف معسكري اليمين لحريديم واليسار وسط مكانها دون تقدم أو تغيير في المواقف ما يعني أن الأيام السبعة عشر المتبقية أمام جانتس من المرجح لا تأتي بأي جديد؟ ويلفت الكاتب الى ان التسابق بين المسؤولين الاسرائيليين هو على حساب الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني والتوغل بالمزيد من الاستيطان وارتكاب المجازر والاعتداءات بهدف استثمار ذلك اصواتا للمقترعين في الانتخابات العامه اذا ما جرت ونبقى في بيروت إنما ننتقل إلى صحيفة الجمهورية التي كتب أنطوان منست فيها مقالا بعنوان "مصرف لبنان ضمانة للاستقرار النقدي والاجتماعي" ويرى الكاتب لقد مر لبنان بتجارب وازمات قاسيه خلال الاعوام الخمسة 25 التي خلت بدءا من الاعتداءات والحروب الاسرائيليه خلال التسعينات والعام 2006 مرورا بالازمات السياسيه الداخليه المستعصيه اضافه الى تداعيات الازمه الماليه العالميه التي انفجرت في العام 2008 وصولا الى الحرب السوريه وتداعياتها على الاصعده الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه. كانت هذه التجارب بمثابة اختبارات لمدى فعالية سياسة مصرف لبنان النقدية وكفاءتها ومناعتها ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا على الصحف اللبنانية نشكر طيب متابعتكم عودة إلى زميلتنا رايا شكرا للزميلة زينة عبد الصمد على جولة الصحف اللبنانية إلى الصحف الأردنية والزميلة أروى حمد أهلا بك أروى شكرا لك رايا ونرحب بالمشاهدين في جولة جديدة في الصحافة الأردنية نبدأ مع صحيفة الدستور واخترنا لكم مقال للكاتب كمال زكرنا تحت عنوان البحث عن بديل للأونروا يقول الكاتب: الضغط الأمريكي على الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سبقه الضغط المالي دفع أمين عام الأمم المتحدة إلى الطلب من بعض المنظمات دراسة البدائل الممكنة للقيام بالعمل الذي تقوم بها الأنوروا للاجئين الفلسطينيين تنفيذاً للرغبة الأمريكية الرامية إلى خدمة الاحتلال. ويضيف الكاتب بعد أن نجح الأردن وفلسطين في التغلب على العجز المالي للأونروا، ها قد فتحت معركة سياسية في غاية الخطورة تستهدف وجود الوكالة كلياً بعد أن فشلت الضغوط المالية والاقتصادية في زعزعة الأونروا. ونبقى في صحيفة الدستور ومع موضوع آخر تحت عنوان: ترامب يعري نفسه والبيت الأبيض بقلم خالد الزبيدي. يقول الكاتب التصريحات التي اطلقها ترامب في خطابه امام انصاره نيته الاحتفاظ بحقول النفط السوري تكشف مجددا جهود الاداره الامريكيه لنهب ثروات الشعوب ويضيف الكاتب التباين بين الرئيس ترامب وإدارته ومن سبقه إلى البيت الأبيض إنهم يجتهدون لتغطية أهدافهم الحقيقية بكلام معسول إلا أن الأهداف شبه متطابقة بينما يعلن ترامب عن قراراته بسفاقة وبتعال مثير للإشمئزاز ومن صحيفة الدستور ننتقل معكم إلى صحيفة الرأي ومع مقال الكاتب سمير الحبشنة تحت عنوان الملك والشعب والأداء الحكومي المنتظر. يقول الكاتب: يتحدث الملك بتطلعات كل الأردنيين الذين يأملون بأن يروا الحكومة أكثر قدرة على صنع القرار بشفافية وترجمة أهدافنا الاقتصادية وفق خطط وبرامج عملية. ويضيف الكاتب ما هو مطلوب اليوم من الحكومة أن تبدأ بتقييم الأداء السابق وتحليل النتائج المترتبة على أدائها طوال العام الماضي وكذلك تحديد عناصر الضعف والدفع السلبي وبالتالي تجنبها أو التخلص منها ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافة الأردنية قد انتهت وعودة إليك رايا شكرا للزميلة أروى حماد على جولة الصحف الأردنية نذهب إلى فصل ونعود ابقوا معنا بكم من جديد إلى آخر محطات برنامج متن الخبر لهذا اليوم إلى جولة الصحف العالمية والمقالات المختارة لهذا اليوم فكان الملف الأبرز في جولة اليوم التركيز على الملف الأمريكي حيث يسود التوتر في الولايات المتحدة مع بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020 في وقت يعول دونالد ترامب على أنصاره لانتزاع ولاية ثانية وتجاوز التحقيقات لعزله صحيفه الديلي تلغراف البريطانيه وفي هذا السياق عنونت واوضحت انه يبدو ان الصدام السياسي الذي تغذيه بشكل مثير تحقيق او تحقيق مجلس النواب في مقاضاه ترامب يضمن فعليا عاما اخر من الانقسام الحاد في امه تعاني منذ فتره طويله من مثل هذه الدراما تطرقت ايضا مشاهدين الصحيفه في هذا السياق تطرقت الى تصريحات ترامب يوم الجمعه بينما كان محاطا بعدد من مؤيديه لم نكن يوما نتمتع بهذا القدر من الدعم الذي نلقاه حاليا حسب ما يقول كما هو الحال اليوم مستبعدا بذلك الفكره التي تفيد ان اجراءات عزل ترامب قد تحرمه من ولايه رئاسيه ثانيه فتابعت الصحيفة بل بالعكس فقد رأى ترامب أن الإجراءات يمكن أن تثير حماس أنصاره الذين يشكلون أغلبية غاضبة متفقة على إدانة ما تعتبره حملة شعواء ضد ترامب، فمن التأمين الصحي إلى حيازة الأسلحة والهجرة، يحاول العديد من المرشحين الديمقراطيين تقول الصحيفة إلى دفع حزبهم للانعطاف يسارا، لكن رغم جهودهم انتقلت القضايا السياسية العامة إلى المرتبة الثانية بحكم الأمر الواقع. ونبقى مشاهدينا في السياق ذاته في إطار جولة الصحف العالمية ولكن من صحيفة الواشنطن بوست والتي قالت في افتتاحيتها ان مجلس النواب اتخذ خطوه مهمه في عمليه التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وذلك باقرار علنيه الجلسات التي كانت حتى وقت اتخاذ القرار مغلقه الامر الذي سيجد امامه الجمهوريون صعوبه في الدفاع عن الرئيس كما سيصعب عليهم الاختباء. واوضحت مشاهدينا ايضا الصحيفه في هذه الافتتاحيه، اوضحت ان الجمهوريين الذين امضوا اسابيع في المطالبه بمثل هذه الشفافيه والنزاهه بالاجماع ضد القرار صوتوا ضده مشيرا الى ان الجلسات المفتوحه يجب ان تسمح للامريكيين بالاستماع وفهم الكيفيه التي اجبر بها ترامب او اجبر بها ترامب الحكومه الاوكرانيه على الموافقه على مساعده حملته لاعاده انتخاب عام 2020، وقد يتعين على الجمهوريين تقول الصحيفه اتخاذ موقف بشان ما اذا كان هذا السلوك مناسبا واضافت ايضا الصحيفه ان الفرصه ستتاح لترامب ومحاميه للادلاء ببيانات واستجواب الشهود واستدعاء شهود للدفاع بموافقه رئيس لجنه التحقيق الحاليه، واستمرت تقول انه عندما يتوقف ترامب عن التشهير بالديمقراطيين او الشهود فسيقوم بدفع الجمهوريين الى الدفاع عن زعمه بعدم وجود اي خطا في تصرفاته لانه يحق له استخدام المساعدات العسكريه او الوعد باجتماع المكتب البيضاوي لحث الحكومات الاجنبيه على تشويه خصمه المحتمل بانتخابات 2020 واختتمت الصحيفة القول إنه وحتى الآن نأى معظم الجمهوريين بمجلس الشيوخ بأنفسهم عن هذا الموقف لكن وقد أصبح الأمر علنيا الآن فسيجدون صعوبة في الاختباء من كل ذلك اذا مشاهدينا كان هذا او كانت هذه افتتاحيه صحيفه الواشنطن بوست الى رسوم الكاريكاتيريه المختاره لهذا اليوم لنتابع مشاهدينا انتهت حلقه متن الخبر لهذا اليوم دمتم برعايه الله وحفظه الى اللقاء